على النقيض صالح أبي صالح من مرتبات الفرقة الأولى من الطائفة العلوية الكريمة، أعلن عن انشقاقه عن الجيش الأسدي بسبب تلقينا أوامر بقتل الأطفال والنساء وكل من يتظاهر للمطالبة بالحرية، حيث تلقينا هذه الأوامر من القيادة العليا، حيث قمنا بتنفيذ عدة مهام عسكرية ضد المدنيين عزل، وأثناء قيامنا بهذه المهام لم نرى أي مظاهر مسلحة أو مسلحين، بل كنا نتلقى الأوامر بقتل كل من نراه وأن لا نميز بين امرأة أو طفل حتى نرهب الناس كي لا يستمر المظاهرات، وتلقينا أوامر بأن نسعى إلى نشر الفوضى والطائفية، وكنا نقوم بقتل الناس الذين يلقى القبض عليهم وإن كانوا من الطائفة العلوية أو السنية، وكنا نقوم بخطف الناس والمقايضة عليهم بأموال من أجل إلصاق هذه الجرائم والتهم بجماعات مسلحة كما تدعي القيادة السورية وإعلامها الكاذب. والمناطق التي قمنا بالذهاب إليها في محافظة إدلب هي قرية البارة وسرجي وقرية معرض نعمان، حيث سكبت في هذه القرى عدة مجازر أثناء الدخول إليها، وأسماء الذين ارتكبوها العقيد ركن أيمن وصفي والعقيد ركن غطفان حسن والرائد ماهر زيور والملازم أول علاء السيسيني والملازم أول أزهم علي والملازم علي دوبا. تكبير الله أكبر.